العميد نور بحالها هنا عندي في المحطة. لا دي مفاجأة. انتصار حماد بنتي حبيبتي، والله لو فتحتي قلبي هتلاقي نفسك فرشة وقاعدة في البوتين الأيمن. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. ولو إن فرشة دي لغة جرجير لكن مقبولة منك والله. يعني بس يعني أنا قلقانة، إيه الحب المفاجئ ده؟ طبعا أنا المرة الجاية هجيب لك دباديب دباديب دباديب. وعلى إيه ما أنتي لابسة أحمر أهو؟ مش دبدوبة. أنا دبدوبة طبعا. مش أنتي ماسكة عليا زلة؟ لازم أنافقك أنافقك أنافقك. أخص عليكي أخص عليكي، زي نور تقولي كده؟ ازاي تجرحيني وتقولي انا اذلك يا ماما؟ زي ماما عيب عيب. حبيبتي احنا بقينا اهل. إيه على فكره انت عارفه لو ما كنتيش جيتي كنت انا اللي هجيلك. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ كنت هعزمك على فرح بنتي. الف الف مبروك هيام، دي محبتها عندي زي محبتي للمحطه بتاعتي. ان شاء الله يا رب جوزها ما يغيرهاش خالص. بس اوعي اوعي ما تجيش هزعل. لا اوعي تزعل. هتضرب على قلبي. لا لا نور هتضرب على قلبي بعد الشر عليك. اوعي تزعل. انت عارفه ضربه القلب. لا بعد الشر. لا 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 اوعي تزعل. الزعل وحش عليكي والله. ايه ده ايه ده؟ اوعي يطلع في الميكروفون الزعل. استني استني هوريكي حاجه مهمه جدا هتفرحك قوي. اتفضل. ايه ده؟ شهاده استثمار؟ حاجه زي كده ولا دعوه فرحك ولا ايه؟ ولا استقالتك دي؟ استقالتي؟ لا ده اعتراف من تفيده ان الصور اللي انت بتهدديني بيها مزوره يا ماما، مزوره يا ماما. اخف عليك. ايه الكلام الفاضي؟ انا يا عبيطه كنت بحذرك. بجد بتحذريني وانا عبيطه؟ كتر انا عارفه العزه المعزه قصدي اللي انت بتعزلي. بس تيتا قالت لي اللي يعمل معاكي واجب يا تيتا تردهوله من غير زيتك. مزيته دايما يا نور. مزيته.